السلام عليكم شباب، معكم ماكو وانا اليوم في بحرين جيمينج اكسبيرينس في البحرين. طبعا هاي المعرض اول مره يصير في بحرين جيمينج اكسبيرينس، صراحه في وايد اشياء تستاهل انكم تجون تجربونها. اول شيء عندنا انشارتد 4، يعني طبعا فرصه حلوه حق الناس يجربون انشارتد. شيء حلو تشوفوا البوث مال انشارتد يا اخي، والله تعبين عليه. البوث مسوينه بطريقه حلوه وحاطين لكم سياره وحاطين فيه زرع، ترى هاي صدق زرع، فتعبين على المكان هم. والشيء انه تقدرون تجربون انشارتد، طبعا هو الملتي بلاير ديمو، يمكن في ناس جربوه بس بعد شيء زين نتيجه ويراي لك مره ثانيه تجربه. من الاشياء بعد اللي عندنا، خلينا نروح دي الصوب، عندنا درايف كلاب بايكس حق الناس اللي ما جربوا من قبل درايف كلاب، يقدرون الحين يجربونها بعد في المعرض. طبعا هاي وايد اشياء حصريه قاعد تصير، ومن اهم 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 الاشياء بالنسبه لي انا بلاي ستيشن في ار. قاعد تشوفون بلاي ستيشن في ار، تجربون الهيدسيت مال البلاي ستيشن. انا جربته وبالنسبة لي انا انه هو افضل من الاوكيلس ريفت، لانه يوم جربته ما افتر راسي نوعا ما. اوكيلس ريفت حق الناس اللي جربوها شوي يمكن يفر راسهم لما يلعبون حق مدة طويلة، لكن مع البلايستيشن في ار غير انه اوضح واريح في اللبس، يعني لازم تجربونه. اذا جربتوه كده لقوا رايكم في الكومنتس. بعد خلينا نكمل جولة بعد. اوه ما ننسى بعد من الاشياء اللي يعني تجيب ناس حق هاي المعرض اللي هي بطولة لعبة فيفا 16. المركز الاول بيحصل على سيارة ميني كوبر، ايش تبون يعني تلعبون لعبة فيفا وتحصلون ميني كوبر. المركز الثاني شنو بيحصل؟ 10000 دولار. يعني قاعد تشوفون الجوائز وايد قوية حق معرض اول مرة يصير في البحرين، ف يعني هاي الشيء اذا نجح المعرض، وان شاء الله ناجح المعرض انا اعتبره، شوي شوي بتشوف معارض اقوى. ف انا صراحة مستانس ان في وايد ناس هني معنا صورهم خلي يطلعون معنا، هاي شيء حلو ان في وايد ناس مننا احنا بعد. ما ننسى كذا سوق، طبعا موقعنا تشوفون ان في ناس في المنتجات اللي موجوده، دش الرابط اللي في الوصف موجود موقع كازوك اذا حابين تطلبون شيء من هالاشياء. في هالقسم عندنا الفوسبول، طبعا امس هني في المكان اللي انا الحين واقف فيه كان في البابل باش بس شالوه لانه اعتقد كان مسوي فوضى. اليوم في هاي يعني شيء ثاني تسويه بدل ما بس تجرب العاب، تقدر تلعب الفوسبول. بصراحه شيء بعد فكرتها حلوه وغريبه في نفس الوقت، تعرفون طبعا الفوسبول اللي تلعبونه ويا ربعكم، بس هاي على الواقع يعني فكره حلوه صراحه وعجبني الشيء، بس لحد الحين ما جربته يعني. هالقسم بعد عندنا ستار وورز باتل فرونت حق الناس اللي يحبون ستار وورز، بعد موجوده تقدر تجربها ويا ربعك. طبعا مثل ما قلت في وايد اشياء جربها، غير انه مثلا الحين انت تجي المعرض هني تجرب هالاشياء، هاي مو كل شيء. بعد يكون في جيف اويز، طبعا يوزعون بلاي ستيشن، امس وزعوا اول بلاي ستيشن، ويوزعون تيشرتات، يوزعون كنترولرز. يعني تخيل قاعد تجي المعرض تجرب البلاي ستيشن في ار، تجرب انشارتد، تجرب درايف كلاب، تشتري شوي من عندنا من كذا سوق، تاكل، وبعد تحصل تيشرت او بلاي ستيشن او بي اس 4، واذا كنت مشارك في فيفا تحصل سياره ميني كوبر. فمثل ما تشوفون هاي المعرض صراحه انا عاجبني، واتمنى انه شوي شوي نشوف معارض اكثر، وان شاء الله بنشوف طول ما في ناس تجي. فاتمنى عجبتكم هاي التغطيه حق المعرض. اذا انتم جيتوا قولوا لي شنو اكثر شيء عجبكم فيه، وهل جربتوا الفي ار ولا، انا ابي اقرا رايكم انا عن الفي ار. فكان كل شيء، كان معكم ماكو، شكرا لكم على المتابعه، تعطونا لايك، مع السلامه.